بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 33 بعد 200 على 1. طبعا بنحب نسألك على الانتفاضة الفلسطينية، يعني لها الآن أكثر من سنة ونصف، ونحن نرمي اليهود بالحجارة، وربما تصل الحجارة إلى رؤوسهم أو لا تصل، فما رأيكم يعني في ضرب اليهود بالحجارة أو استمرار الانتفاضة بهذا الشكل؟ جزاكم الله خيرا. نحن رأينا في المسألة منذ بدأت الانتفاضة وبدأت الجرائد من كل ناحية وصوب تمجد بها، وهي تستحق التمجيد من حيث الشجاعة والبطولة، ولكن الأمر كما قيل أورد سعد، وسعد مشتمل ما كذا يا سعد تورد الإبل. فنحن إذا نظرنا إلى أولا النصوص الشرعية وثانيا إلى السيرة النبوية لوجدنا أن الأمر كان يحتاج إلى استعداد من نوعين اثنين، أحدهما الاستعداد النفسي وإن شئت قلت التربوي، والآخر هو الاستعداد المادي. فكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث في مكة وهو يعاني هو أصحابه العذاب الشديد من بغي كفار قريش عليه وعلى أصحابه، حتى كان من حكمة الله تبارك وتعالى أن أذن لمن شاء منهم أن يهاجروا ولو إلى الحبشة، ثم أذن الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى مكة، إلى مدينة من مكة، وتبعه من استطاع أن يتبعه، وبقي هناك الضعفاء المؤمنين لا يزالون يلاقون أشد العذاب، والتاريخ معروف لدى الجميع. والشاهد أن الأمر في كل مكان الآن مما يصاب به المسلمون يطالبون به أو فيه بعدم استعجال الأمور، ويطالبون بالإعداد لمجاهدة الكفار وإخراجهم من بلاد الإسلام إلى بلاد الطغيان والكفر في سائر البلاد التي هاجروا منها إلى بلاد الإسلام. ولذلك قال تعالى في القرآن: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فلا شك في اعتقادي أن مثل هذه الانتفاضة كما هو في الأمر السابق تماما، لكن الآن بصورة أوضح، لم يكن هناك أي استعداد لمجاهدة هؤلاء الكفار الذين احتلوا البلاد، لا من الناحية النفسية التربوية ولا من الناحية المادية الاستعدادية السلاحية. والأمر الثاني واضح جدا، وهذا يعبر عنه صورة سؤالك، لأن مقابلة الرصاص المختلف أشكاله وأنواعه بالرمي بالحجارة، فهذا كما يقول مثل عامي في سوريا وربما في بلاد أخرى: عين لا تقابل المخرج. لذلك أرى أنه لا نتيجة من هذه الانتفاضة، والواقع مع الأسف الشديد يشهد لأنهم حيصير عليهم سنتين كاملتين وهم على التعبير العسكري مكانك راوح، وبخاصة أن الدول العربية والحكومات المستعدة استعدادا لا بأس به من ناحية المادية ومن ناحية السلاحية، أما الاستعداد الأول والأهم هذا لا شيء منه إطلاقا. مع ذلك فلا يمدون أخواننا هناك بنوع من السلاح إطلاقا، ولذلك أنا إن لم
يمد الله تبارك وتعالى هؤلاء المسلمين في هذه البلاد بمعجزة خارقة للعادة يتغلبون بها على أعدائهم ما هم فيه من الضعف المعنوي والمادي لا يؤهلهم للنصر، لأن الله عز وجل قد دمغ النصر بمثل قوله إن تنصروا الله ينصركم. غيره لا، خلوا الأسئلة مشاعة حتى ما يعني تكمل السؤال يعني خير إن شاء الله. طبعا يعني بالنسبة للانتفاضة قامت يعني نتيجة لضغوطات معينة معروفة، احنا شعرنا بها هناك، فيعني وان توجهت الان بتوجيه او بتخطيط من قبل ثلاث اتجاهات، وهي حركة المقاومة الاسلامية التي تمثل بحماس او الاخوان المسلمين، او الجهاد الاسلامي، او اللي هي طبعا القيادة الموحدة التابعة طبعا للمنظمات تبعتنا. فبالنسبة لنا احنا لا نستطيع ان نوقفها الان، لان لو وقفناها ستزيد الضغوط الاقتصادية علينا، يعني ان كان والان وهي مستمرة يعني الاقتصاد تبعنا انهار كليا، خصوصا بعد نزول الدينار. خصوصا ايش بعد ايش؟ بعد نزول الدينار كمان. أيوه. الاردني، لانه التعامل هناك بالدينار، واليهود طبعا لهم قصد بذلك، يعني هو إذلالنا، وهم نفسهم يريدون نوقف هذه الانتفاضة بأي شكل ما، لأنه أرخطهم، يعني الجندي يقابل الحجر ببارودة أو برصاصة، فهو يتعب نفسيا، إنه هو فقط مجهز إنه يقود أو يقابل جيش، فيقابل حجر، فربما تكون من المعنوية النفسية لليهود تعبانة حاليا جدا. لكن يعني مش عارف ايش رأي فضيلتك في وقفها او والله بالنسبة لإيقافها، والامر كما تقول انت، هنا لا استطيع ان اعطي جوابا، وانما اقول الجواب التقليدي: اهل مكة ادرى بشعابها، وصاحب الدار ادرى بما فيها، لكن الاصل كان ينبغي التريث والاعداد الروحي والبدني والسلاحي في ان واحد. غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. نجد يا شيخنا بارك الله في بعض مؤلفاتكم تطلقون البدعة على بعض الخلافات الفقهية، وهذا الآن ما هو شائع بين طلاب العلم، يعني أمور فقهية سبق الخلاف فيها، فنجد من يطلق عليها بأنها بدعة، فلا ندري ما هو الضابط للبدعة حتى نتحرز ألا نخطئ الأئمة أئمة السلف رحمه الله. هل يحضرك مثال من تلك الأمثلة؟ نعم. التي تشير إليها؟ نعم. أو المسائل الفقهية المختلف فيها؟ نعم. نعم، منها مثلا وضع اليدين بعد القيام. حسن. وأيضا ومثال آخر وهو الأذان في التثويب في الأذان الأخير. أذان إيش؟ التثويب في أذان الفجر، الصلاة خير من النوم. أيوة. هذا كمثال فقط او كمثال. معليش انا فهمت عليك، الان اسمع الجواب اذا شئت. لا شك ان البدعه هي كل امر حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم يراد به زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى. أما أن البدعة هي المخالفة للسنة فهذا أمر لا خلاف فيه، ولكن هناك شيء قد يخفى على كثير من طلبة العلم، بل وعلى بعض الخاصة أيضا، وهذا الذي ينبغي أن أدندن بكلامي حوله، وبالتالي يتبين لك هل يجوز للباحث أن يطلق لفظة البدعة على مسألة فقهية قد قال بوجه من وجوه الخلاف بعض أهل العلم.
أقدم ذلك بمثال بسيط جدا. لا شك أنه لا يتبادر إلى ذهن أحد من عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم، لا يتبادر إلى أذهان هؤلاء أن أحدا من علماء المسلمين يحلل ما حرم الله، أو على العكس من ذلك يحرم ما حل الله. هذا الكلام هو صحيح، ولكن لابد من تقييده، وإذا قيد وجدنا بعد ذلك أن الأمر يختلف كل الاختلاف، بحيث يمكن أن يقول طالب العلم قد يحرم الإمام أو المجتهد شيئا أحبه الله، والعكس بالعكس تماما، لأن الأمر يعود إلى الاجتهاد الذي اجتمع عليه أهل العلم على جوازه بل على وجوبه، حينما لا يجدون نصا قاطعا في المسألة التي أرادوا بحثها والإجابة عليها، كما في قوله عليه السلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فنحن إذا وقفنا قليلا عند قوله عليه السلام: وإن أخطأ فله أجر واحد، هذا الخطأ لمن تبين له أنه خطأ من عالم أو طالب علم أو عامي، تبين له بوجه من وجوه البيان أنه خطأ من ذاك الإمام، فمن البداهة بمكان أن يقال: لا يجوز تقليد هذا الإمام في هذا الخطأ الذي تبين للناس خطأه. وهذه مقدمة لا يختلف فيها اثنان ولا ينتفه فيها عنزان، أو على الأقل لا ينبغي أن يختلف فيها. وإن الأمر كذلك، هذا الخطأ الذي أخطأ فيه ذاك الإمام وكان له أجر، هذا الأجر ليس لذات خطائه وإنما لخصوص اجتهاده، فإنه اجتهد أي أفرغ الجهد لمعرفة الحق الذي أراده الله لكنه أخطأه، فربنا كتب له أجر واحدا، على خلاف الذي أصاب الحق فكتب له أجران اثنان. إذن هذا الخطأ قلنا بديهي جدا أنه لا يجوز العمل به ولا يجوز تقليد الإمام الذي ذهب إليه. الآن نقترب قليلا من الدخول إلى صميم البحث، هذا الخطأ أليس يمكن أن يكون حرام حرمه الله فذهب الإمام إلى إباحته، أو العكس تماما حلال أحله الله فذهب الإمام إلى تحريمه، هذا وذاك باجتهاد، فلا يذهبن بل أحد الحاضرين أو غيرهم إلى القول كيف الإمام بحرم ما أباح الله وكيف يبيح ما حرم الله؟ الجواب بالاجتهاد. وإلا هذا الاختلاف الكثير الذي نشاهده اليوم وما قبل اليوم حتى في عهد الصحابة، ما سببه؟ هو الاجتهاد. أما أسباب الخلاف وأسباب الوقوع في الخطأ فهي كثيرة وكثيرة جدا، وقد استوعب الكثير الطيب منها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته المعروفة رفع الملام عن الأئمة العالم. أنا الآن أضرب مثلا
مما كان معروفا قديما في العهد الأنور الأطهر وهو عهد الصحابة الكرام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن الآن نعتقد جازمين لأنه يحرم على الزوج إذا جامع زوجته فلم ينزل أن يقوم إلى الوضوء دون الغسل ويصلي، بل عليه الغسل. لكن ماذا نقول عن أولئك الصحابة وفي مقدمتهم الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، حيث كان من أولئك الصحابة الذين كانوا يقولون أن من جامع زوجته ولم ينزل فحسبه الوضوء ويتوضأ ويقوم يصلي. هذا الآن إذا أردنا أن نبسط هذا الأمر، ما هو؟ أليس لا يجوز للمسلم إذا كان جماعه على هذه الصورة إلا أن يغتسل؟ فإذا اغتسل، فإذا لم يغتسل هل له صلاة؟ لا شك لا صلاة له، ووضوءه الذي قدمه بين يدي الصلاة لا يفيده. هل تصح هذه الصلاة؟ جواب لا. هل يجوز هذا العمل؟ الجواب لا. ما حكم هذا العمل؟ حرام. لكن قد قال به سلفنا أو بعض أسلافنا، وهذا مثال، وهو عثمان بن عفان. والأمثلة تتعدد وتتكاثر جدا جدا، وبخاصة حينما ندخل في الخلافات المعروفة بين الأئمة الأربعة. فمن الأمثلة الشائعة المعروفة اليوم هذا يقول إذا لمس المرأة بغير شهوة بطل وضوءه، ذاك يقول إذا لمسها وداعبها وعبها وواء إلى آخره ما دام ما تحرك منه شيء فوضوءه صحيح. لا شك أن أحدهما أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله، لا منعص من ذلك أبدا. أما من الذي أحل ما حرم الله ومن الذي حرم ما أحل الله، هذا ما يعود إلى رأي الباحث والمجتهد وإلى آخره، ولسنا الآن في هذا الصدد. لكن هذه الأمثلة وهي كثيرة وكثيرة جدا، وحسبنا لأن الوقت تضايق علينا. ألا يجوز لنا أن نقول أخطأ فلان حيث قال يجوز أن يقوم إلى الصلاة بمجرد الوضوء، والرسول يقول إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل؟ نقول أخطأ بلا شك وارتكب المخالفة، لكنه هو مأجور. وكما قلت آنفا والأمثلة في هذا النوع كثيرة وكثيرة جدا، ويكفي طالب العلم من هذه الأمثلة الكثيرة مثال أو اثنين. لنعود إلى البدعة. إذا جاز للعالم أن يواقع المحرم اجتهادا وهو مع ذلك مأجور على اجتهاده كما ذكرنا، ألا يجوز له أن يرتكب البدعة وهو مأجور على ذلك؟ لا شك أنه إن جاز الأول جاز الآخر من باب أولى. وإذا فهل يبرر لطالب العلم أن يكتم العلم ولا يقول الشيء الفلاني حرام لأن الإمام الفلاني قال مباح؟ لا يجوز هذا، ولكنه إذا بين للناس خطأ هذا الإمام ينبغي أن لا ينسى أن يقرن مع هذا البيان أن هذا الإمام مأجور، وبخاصة أن أكثر المسلمين بخاصتهم وعامتهم اليوم طبعوا على استنكار قول الباحث أخطأ فلان. ما يجوز أن يقول أخطأ فلان، والرسول قال وإن أخطأ فله أجر واحد. ذلك لأنهم قلبوا مفهوم أخطأ فلان إلى أنه مأجور، وهذا خطأ.
لأن كون فلان أخطأ قد يكون مأجورا إذا كان مجتهدا، وقد يكون مأزورا إذا كان جاهلا. وإذا كان البحث حول العلماء أو بعض العلماء الذين أخطأوا في مسألة ما، فمن البداهة بمكان أن يقال إن هذا الإمام أخطأ ولكنه مأجور. وحينئذ لا فرق عندنا مطلقا في كونه استحل ما حرم الله باجتهاده أو ارتكب البدعة في اجتهاده. إذا الأمر كذلك، وأنه لا فرق بين الصورتين، بين ارتكب الحرام وبين وقع في البدعة، ما دام أن ذاك الارتكاب وهذا الوقوع نابع وصادر عن اجتهاد فهو على كل حال مأجور. إذا عرفت هذه المقدمة نعود بسرعة إلى المثالين السابقين. الوضع لليدين على الصدر في القيام الأول، نحن نعتقد أن هذا خلاف السنة، وإذا كان كذلك فكون هذا الوضع بدعة لا شك في ذلك لأنه خلاف السنة. لكن كل ما في الأمر القيام الثاني، أنا قلت ماذا؟ أي هو لا أصبت وأخطأت، فآمن الوضع في القيام الثاني. المسألة تختلف في طريقة الحكم بأن هذا الوضع بدعة أو سنة، وهنا مسألة فيها دقة، وفي اعتقادي ليس فقط طلاب العلم بل وكثير من العلماء أنفسهم لا يتنبهون لها. هذه النقطة هي أن الاستدلال بعمومات النصوص على العبادات العملية التي جرى عليها السلف الصالح لا يجوز علما، بل لابد من أن يكون الاستدلال مقرونا بسنة عملية. إن لم نقل بهذا الكلام فقد وافقنا المبتدع كلهم جميعا على بدعهم التي نحن أهل السنة متفقون جميعا على إنكارها عليهم، بحجة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهم لا يأتوننا إلا بأدلة عامة. نأتي مثلا التثويب له علاقة بالأذان، نأتي بالزيادة التي توجد على الأذان في المقدمة وفي المؤخرة في بعض البلاد الإسلامية كسوريا وربما غيرها أيضا. إذا حججناهم بمنطق السنة والحديث السابق وما في معناه من أحدث في أمرنا، قالوا يا أخي شو فيها صلاة الرسول بعد الأذان، شو فيها وذكر الله قبل الأذان، شو فيها وكل هذا وهذا عليه نصوص من الكتاب والسنة. نحن ما نستطيع أن نقول لا نصوص هناك، لأنهم يجابهوننا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ليه أنتم بقى تنكروا صلاة الرسول بعد الأذان؟ جوابنا أن هذا الذي أنتم تفعلونه لم يكن في العهد السلف الصالح، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ونحن لا ننكر صلوا عليه بل نصلي عليه ربما أكثر منكم، ولكن نضع الشيء في محله. كذلك الذكر، اذكروا الله ذكرا كثيرا، نحن نفعل إن شاء الله، لكن هذا الذكر بين يدي الأذان لم يكن في عهد الرسول عليه السلام. وهنا دقيقة لا بد أن ننتبه لها، هل عندنا نص أنه نهى الرسول عن الزيادة على الأذان أولا وآخرا، وإلا فقط نحن ما علمنا أن السلف الصالح كان يفعل ما يفعله الخلف من بعدهم من الزيادة على الأذان في أوله وفي آخره؟ الجواب ليس عندنا نص أن الرسول نهى أو أقل من ذلك،
أن السلف في زمن الرسول ما كانوا ما عندنا نص ما كانوا يزيدون على الأذان في أوله أو في آخره. إذا من أين نحن نأتي بالحجة على هؤلاء المبتدعة بأنكم خالفتم السلف؟ هنا بيت القصيد من هذه الكلمة، نأتي بقولنا لو كان هذا لفعلوه، لو كان هذا الذي تفعلونه أنتم اليوم في عهد السلف الصالح لفعلوه، ولو فعلوه لنقل إلينا. إذن بهذا الاستنباط العلمي عرفنا أكثر البدع التي وقع فيها المبتدعة ويشترك أهل السنة جميعا على إنكارها. إذا كان هذا مسلما وهو مسلم بالمئة مئة، نعود إلى الوضع المذكور في القيام الثاني. لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو فعلوه لا تواردت الأخبار وتواترت كما تواترت الأخبار في الوضع في القيام الأول. ولذلك نحن أطلقنا كلمة البدعة على هذا الفعل بناء على هذا التسلسل العلمي المنطقي القائم في ذهن المطلق للفظة البدعة. لكن لم يكن هناك مجال أن نجي نشرح هذه المقدمات كلها في رسالة لطيفة وضعت لبيان سنة الرسول عليه السلام، لكن ما وسعنا النصح للمسلمين إلا أن ننبه على أنه ليس في السنة هذا الوضع. نقول كذلك وهذا من باب أولى التثويب الذي ذكرته، وهو قول الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني. نقول هذا أهوى من ذاك، لأننا لا نقول لم ينقل، بل نقول نقل العكس، وهذا أقوى طبعا للإنكار، لأنه جاء في حديث أبي محذورة في سنن النسائي وصحيح ابن خزيمة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الأذان وسمع صوته وأعجب به قال: فإذا أذنت لصلاة الفجر الأذان الأول فقل الصلاة خير من النوم. وكذلك وهذا مهم جدا لأن له صلة قوية ببحثنا السابق، يقول عبد الله بن عمر الخطاب: كان في الأذان الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم. فإذا نقل هذا التثويب من الأذان الأول إلى الأذان الثاني هذا ضرب للسنة، هذا أمر لا ينبغي أن يختلف، كما يمكن أن يقع الخلاف في مسألة القبض، لأن الحقيقة لا يوجد عندنا كان لا يضعون أيديهم في القيام الثاني، كما أنه لا يوجد العكس، إنما وصلنا إليه بتلك المقدمات العلمية الدقيقة. أما المثال الثاني فواضح وأوضح من الشمس في رابعة النهار، ولا يقبل شيئا من الجدال، لأن الحديثين الثابتين يؤكدان أن هذا التثويب في الأذان الأول. فإذا رأينا المسلمين اليوم أجمعوا أو كادوا، ولعل الأخرى أصوب من الأولى، كادوا أن يجمعوا على خلاف السنة أن يقولوا في الأذان الثاني الصلاة خير من النوم، ولا يقولون ذلك في الأذان الأول، أو لعلهم لا يؤذنون الأذان الأول مطلقا. فأي سنة بل أي بدعة دعما للثابت في السنة النظر الصحيح، فإن التوجيه النبوي له حكم، تعليمه له حكم بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. لماذا كان الأذان الأول؟ جاء في الصحيح:
كان ذلك ليستيقظ النائم وليتسحر متسحر. لذلك قال عليه السلام: لا يغرنكم أذان بلال، لأنه يؤذن بليل ليقوم النائم ويتسحر المتسحر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى وكان لا يؤذن إلا حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي دخلت في الصبح فيؤذن. إذن هذا الأذان الأول وضع فيه جملة الصلاة خير من النوم، لأنه فعلا يخاطب النائمين ليقوم النائم ويتسحر المتسحر. فخلاف الحكمة فضلا عن كونه خلاف السنة كما شرعنا أن يقال للناس، لكن أي ناس هؤلاء؟ هم الناس المؤمنون الصالحون، المفروض أنهم مستيقظون حينما يسمعون أذان الفجر الأول مستيقظون، لكن الحقيقة أن أكثر الناس يوم يسمعون اليوم الصلاة خير من النوم فعلا بيكونوا إيش؟ نايمين، لأنه ما سمعوا الأذان الأول، وبخاصة لا يكون فيه إن سمعوا الصلاة خير من النوم، إنما يسمعون هذه الجملة في الأذان الثاني. فهذا إذن قلب للسنة وقلب للحكمة المستنبطة من الحديث الصحيح. فإذا قلنا نحن التثويب في الأذان الثاني بدعة، لا ينبغي أن يتساءل طلاب العلم فضلا عن أهل العلم كيف هذا والمسلمون اليوم يفعلون ذلك. نقول ختاما: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وبهذا الأسلوب العلمي نؤكد نحن للناس أننا مع السلف، وأننا فعلا سلفيون ولسنا خلفيين. ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. وإياكم. يلا بسم الله. بسم الله. بسم الله. يا الله. الناس الذين يصلون مثلا في المغرب مثلا ممكن يقرأ الإنسان بقراءة ورش لأنهم لا يعرفون غيرها بها السورة، يعلمون هو يقرأ مثلا يعلمون، ولها وجه. يا ترى أصابوا الأخطاء يصير الناس بقى بيتحدثوا بيضربوا أخماس في أزداس كما يقولون وهم في الصلاة. البريئة الآن والبريئة البريئة علمنا أن يقرأ بالقصر فاجترأنا بعد بالقصر قصر مالك مالكي إيه مالك نعم إيه؟ لا لكن هذه لا تقاس على تلك، هذه لا تقاس، لأن هذه قراءة معروفة عند الجميع وهي في واقعها متواترة. لكل حال شيخ بالمناسبة الخلاف بين في أوجه القراءة ليس في الكلمة، يعني هم أو هم، لكن أنا أتيتك بمثال أنفا يعلمون تعلمون. نعم. طيب فإذا كان مثلا في المصحف يعلمون وفي هنا قراءة تعلمون فقرأها الإمام تعلمون، شو راح يكون موقف من خلفه؟ يفتحون عليه، لكن لما عم يشوف هذا بدهم يفتحوا عليه عم يشوف هو كل آية بقرأها على غير وجه اللي تعلمه، بيدخلهم الشك بقى. في أشياء كثيرة. يا الله سبحانك الله. إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية. الزمان الذي اختلط فيه الحابل بالنابل والتبس فيه طريق الحرام بالحلال، لا التباسا شرعيا وإنما التباسا عرفيا، فأصبح من العسير جدا أنه نيجي نقول لهذا والله، خاصة وخاصة الآن يعني عندما قلت الأعمال وضعفت وصارت المكاسب قليلة. فمثلا يجي واحد بيسألك عن حكم العمل في البنك مثلا، قل لك بحث ما وجدت عمل،
واحد مثلا بيجي بيسألك عن حكم العمل في شركة تعمل أو حساباتها في البنوك، واحد بيسألك عن التأمين، واحد وهذه كثيرة طبعا خاصة الآن في كل الشركات والمدارس معظمها، إنه العمل الرجال مع النساء، يعني الرجل يعمل إلى جانب المرأة، وبخاصة في شركات وبعض المؤسسات الاقتصادية والمالية. حتى دوائر الحكومة. أي طبعا دوائر الحكومة هذا قديم يعني مش، لكن هذه فالحقيقة طبعا نحن نجيبهم على هذا ونقول لهم يعني الأمور اللي ما نعلم من هذا الحكم، لكن يعني النقطة اللي برزولك إياها إنه والله يا أخي إحنا الآن ما في عمل مثلا، أو قد يكون في عمل ويكسب من وراءه العمل هذا، يعني إنسان لكن بحب ينمي دخله ويزيد فلوسه لأنه بقول لك متطلبات الحياة كثيرة، فماذا ترون يعني بارك الله فيكم؟ والله أرى أنه هذه لا تبرر ارتكاب ما نهى الله عنه، لكن المسألة في الحقيقة تدور بين من يعتقد أن هذه الأمور أو هذه الوظائف نهى الشارع الحكيم عنها، وبين من يجد من يفتيه بجوازها. ولذلك المسألة ليس من السهل أن نفتي الناس كل الناس بعدم جواز هذه الأمور، لأن كثيرين منهم قد أفتوا وأبيح لهم، وهذا أمر لا يخفى عليك، لكن نحن رأينا الشخصي لا شك أنه كل هذه الأمور ما دامت تقوم على التعاون على المنكر فهو منكر بنص القرآن الكريم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا من جهة، ومن جهة أخرى المجتمع اليوم كما تعلم وكما تدندن في كثير من خطبك ليس ملتزما الأحكام الشرعية، ومن أهمها تقوى الله تبارك وتعالى. هذه التقوى التي تستلزم الإتيان بما أمر الله والانتهاء عما نهى الله، فطلب الرزق أصبح اليوم جماهير المسلمين لا يفكرون مطلقا فيما هو حلال وفيما هو حرام، وإنما نحن بحاجة، وكما قلت حكاية عنهم أنه متطلبات العصر كثيرة وكثيرة، ولذلك نحن بدنا نكفي أنفسنا وأهلينا وذريتنا ونحو ذلك. لكن الواقع أن المبدأ القرآني الذي كان ينبغي أن يكون مسطورا مغروزا في القلوب، فالشيطان أوحى إليهم بأن يسطروها على الجدر ويجعلوها لافتات جميلة الخط، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أما القلب فلا يشعر بأن هناك آية تنص على هذا الأمر الإلهي، فهو القضية الإلهية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تجد هذه الظاهرة كما لا يخفى على الجميع منتشرة بين صدور جماهير المسلمين حتى المصلين منهم، وبصورة خاصة الأغنياء منهم، فما بيسألك نعرف نحن أن الربا حرام ووضع المال في البنك حرام،
لكن وين نحط أموالنا؟ إذا وضعناها في بيوتنا كنا عرضة في مالنا وفي ذواتنا للصوص والقتلة وسفاك الدماء وإلى آخره. هذا بلا شك من يخفاك من تزيين الشيطان لعمل الإنسان المخالف لأوامر الرحمن. ولذلك أنا أريد أن نذندم دائما وأبدا مع هؤلاء المسلمين أن نربطهم مع تقوى الله عز وجل والخوف منه بكل تصرفاتهم، وأن يتذكروا هذه الآية وما يتعلق بها من حوادث من أحاديث تعتبر كشرح لمضمون هذه الآية. فحين يقول قائلهم وين بدي أحط أنا هذه الأموال، هو أبدا لا يتذكر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأنا بقول أمر مضحك، كأن الواحد منكم يتصور بأنه سيرفع راية على الجماهير أنه أنا مليونير وهذه الملايين اللي عندي وضع في داري وفي المكان الفلاني، ولذلك هو سيغزى وسيقصد. يا أخي اتخذ الوسائل المشروعة وخبي مالك في مكان لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، ثم أنت ومن قد تثق به من أهلك. فهذا سبب مشروع، لكن لا، وإذا فعل ذلك تعطلت أعماله التجارية وضاقت عليه وسائل الكسب، بينما البنك بيسر له ذلك. وهذا بلا شك أن البنك ييسر المعاملات، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يتورط وأن يتبنى كل وسيلة ولو كانت ميسرة لبعض أعماله إذا كانت محرمة شرعا. فعلى هذا يجب أن نروي بهذه المناسبة قصة ذلك الرجل الذي كان يمشي في الصحراء فسمع صوتا من السحاب اسقي أرض فلان، فوصل إلى أرض فلان وإذا فيها رجل يعمل بالمسحات والأمطار تنزل في أرضه فقط، فعجب من ذلك. ولما سلم عليه ورجل عرف أنه ليس من أهل تلك البلاد، فإيش دراك فيه؟ قال له سمعت في السحاب اسقي أرض فلان، فعرفت أنك أنت الذي سخر لك السحاب سخر لك السماء. فبما؟ قال كما هو شأن المتقين الخائفين من رب العالمين، والله ما أدري، ولكن عندي هذه الأرض أزرعها ثم أحصدها وأجعلها ثلاثا، ثلث أعيد إلى الأرض، ثلث أنفقه على نفسي وأهلي، والثلث الآخر أتصدق على الفقراء والمساكين. قال له بهذا. فهنا نجد أن تقوى الله سخرت له السماء، وذاك الآخر سخر الله له البحر حينما جاء أجل وفاء الدين ولم يستطع الوفاء، فأخذ خشبة ودك فيها 100 دينار وجاء إلى ساحل البحر وقال بكل بساطة وبكل دروشة، وبلا شك نحن اليوم صحيح مسلمين لكن غلمت علينا المادة من جهة وضعف الإيمان بالغيب من جهة أخرى، لا نكاد نصدق بمثل هذه القصة وهي في صحيح البخاري، ونعتبر أن هذا الإنسان مو طبيعي عقله. وأنا أشهد أيضا كذلك، بل هو نفسه يشهد، لأنه حينما اتصل مع صاحبه الدائن له تجاهل ما فعل كما تعلمون، تجاهل. ليه؟ أي إنسان عاقل عقله معه يأتي وقد حشى 100 دينار في شقفة خشبة وما ندري طريق الدكها، يمكن تيجي مودة قوية تفكها ويروح الدنانير كل قاع البحر.
رمى هذه الخشبة وقال يا رب أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد ورماها، وربنا عز وجل القادر على كل شيء أمر الأمواج أن تأخذ هذه الخشبة إلى البلدة التي فيها الدائن، وقد خرج لاستقبال المدين في اليوم الموعود. ما جاء الرجل، لكن الخشبة تتقاذفها الأمواج بين يديه، فمد يده إليها وإذا هي ليست خشبة كالخشبات، أخذها إلى الدار ولما كسرها انهارت بين يديه 100 دينار ذهب أحمر. استغرب الرجل وسرعان ما عاد إليه المدين. هنا بقى يظهر أن المدين عارف حاله أنه عامل دروشي، عامل عمل غير منطقي، مد إيده ودفع له 100 دينار، لأنه افترض أن 100 دينار ذيك ما راح توصل، عمل غير طبيعي كما يقولون اليوم وراء الطبيعة. الغني الحقيقة القصص هي تعطينا عبر عظيمة جدا. إن الطيور على أشكالها تقع، كلاهما قلوب صافية، سواء الدائن أو المدين. كان باستطاعة الدائن يأكل 100 دينار ولا رقيب ولا عتيد. إذا قال له بعت لك بواسطة البريد المستعجل، كلام فاضي هذا، مين بده يشهد؟ لكن هو مضطر أيضا أن الله عز وجل يعرف. قال له والله أنا خرجت في اليوم الموعود لاستقبالك، فلما تأخرت وجدت الخشبة تتلاعب بين يديه فأخذتها وكسرتها وإذا فيها 100 دينار. قال له والله أنا فعلت هذا لأنه لما جاء اليوم الموعود وعرفت أني لا أستطيع أن أفي بالوعد، أخذت الخشبة ونقرتها ودكيت فيها 100 دينار وجئت إلى ساحل البحر، قلت يا ربي أنت كنت الكفيل وأنت الشهيد. قال له قد وفى الله عنك، بارك الله لك في مالك، ورد له 100 دينار. هذه التقوى نحن اليوم لا نجدها في صدور المسلمين، ولذلك تكثر الشكاوى. مين بده يعيش وشلون بده يدبر حاله في هذا العصر، وهم يعلمون جميعا أن الكثير منهم كما أشرت في سؤالك بارك الله فيك أنه في عنده شيء من المال، لكن إيش بده ينميه، بده يحسنه فهو هالجماعة هذول ما وصلوا إلى مرتبة الاضطرار، هذه المرتبة التي تبيح للمسلم ما الأصل فيه التحريم. يعني مثلا يجوز السرقة، إذا اضطر يجوز أن يسرق، لكن ما يجوز له أن يرابي أبدا. لكن يجوز له أن يسأل الناس، إذا وصل لمرتبة إيش السؤال، إذا ما كان عنده ما يغطيه أو يعشيه وين من دون الأشخاص هذول. الحمد لله مهما كانوا فقراء ومساكين ما وصلوا إلى هذه المرتبة، لأنه لا يزال في الناس خير، ولا يزال هناك بعض ذوي المروءة والشهامة يسعون لجمل أموال من الناس وشراء الحوائج الضرورية للفقراء والمساكين. فما هناك أبدا ما يبرر لأي شخص أن يواقع حدود الله وأن يرتكب معاصيه بحجة إيش، أنه بده يشتغل وبده يشتري ثلاجة يشتري سيارة، قلتك يعني بده يتوسع. نفس القصة أستاذ. نعم، في صار حج في هذا العام من نوع جديد. نعم، كيف ذلك؟ حج لا تعرفه أنت إيه؟ ولا غيرك من أهل العلم ما شاء الله. إذا جديد خطأ إيه. الحج صورته الآتية في إيران إن شاء الله. لا لا، في إيران هذا بحج لخميني إيه؟ نعم، الآن خميني سيقام له بنيان
ضخم جدا يكلف مليارات الدولارات، مشان يصيروا حج السنة قال لهم روحوا لحج الخميني. نعم. لكن الحج هذا وقع في مكة. الله نعم. خرجوا من اليوم الثامن إلى عرفة. إلى عرفة. فورا. وباتوا في عرفة ليلة التاسع. ثم نزلوا إلى مزدلفة. إلى مكة. ما شاء الله. نعم. واحد تسعة ولا بعد ما بعد عرفة. يوم العاشر. يوم العاشر. بعد غروب بعد غروب الشمس. بعد غروب الشمس. لا ماذا تولى صلي. بعد غروب لا عفوا. نزلوا إلى مكة فورا. وانتظروا حتى انتصف الليل. فطافوا بالبيت طواف الإفاضة. ثم عادوا إلى مزدلفة. فالتقطوا الجمار ووقفوا يعني بعض وقت من هناك في عرفة في مزدلفة وصلوا المغرب والعشاء بعد منتصف الليل طبعا. لا. ثم نزلوا مسرعين إلى منى فرموا الجمر قبل طلوع الشمس وربما يمكن قبل الفجر قبل حرارة الشمس. طريقهم فاضل طبعا ما في ناس هذا ولا شك ضعفة. نعم ضعفة ضعفة. لا شيخنا يعني هذا معنويا يعني نعم فعلوا هذا في حجهم. الله طافوا اولا لم يبيتوا وطبعا تصور شو ولم يبيتوا في مزدلفة ولم يصلوا الفجر فيها. صلوا الفجر في منى ورموا قبل الفجر فهذا الحج الجديد. اي بس لا شك يا مستعان لا اخاك ان هذون اخذين فتوى. اي طبعا لانه معهم شيخ. أي هذا هو ممكن تصدم مالك من الحكي انهم ماخذين فتوى. لا معهم شيخ. معهم شيخ. اي نعم. الله اكبر. معهم شيخ. فارس المناسك عبارة عن فوضى. أي حج هذا؟ وين التربية الروحية هذه؟ أستاذ هنا لما نحج صحة هذا الحج شيخنا صحة هذا الحج باطل. الحج له أركان وفي واجبات. أي نعم. طيب إذا قام الإنسان في الأركان هذول مثل هذه الجماعة اللي حكاها أبو مالك بعتقد عمل الأركان المطلوبة اللي هي أربع أركان والطلوع على عرفة والطواف ورمي الجمار بس أوقاته طيب وين ترتيبها؟ ما يسترسل هذا ترتيب الصلاة بس كمان يعني أنا بس بالسنة ما صلوا الفجر في المزدلفة صلاة الفجر وين؟ صلوا في المزدلفة هذه واجبات ركن صلاة الفجر ركن طبعا البيات في المزدلفة واجب وصلاة الفجر في المزدلفة ركن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن الصلاة هذه صلاة الفجر في المزدلفة بعد الوقوف في عرفة وقال من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع وكان قد وقف على عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه ولذلك هلا اكثر الناس عند كم ناس يرون الجمار كيف؟ ولسه ما صاروش يعني تم حجه ولسه هم الجمار ما تموا معناته بعد هذا فيش اركان كيف؟ يعني الرسول هذا اللي بتحكيه انت صحيح يعني انا مطلوب بقول فقد تم حجه ولسه الحج ما تم لسه في رمي الجمار وفي طواف لا لا عم نحكي نحن بالنسبة للركن ركن أما لا يزال في أركان هو إذا بدك تقول هيك بتقول لسه أمام طواف الإفاضة ورمي الرمي واجبات من الواجبات لكن الركن هو طواف الإفاضة. مين يؤذين؟ هو عفوك أبو عدنان فقد تم حجه وقضى تفثه. ما معنى هذا؟ يعني فقد تم حجه بالنسبة لما مضى من الأركان إلى هذه الساعة إلى هذه الساعة قبل أيوة. أي نعم
استاذ بالنسبه للوضع لوضع الباص يعني العمليه هلا الحج الباصات مثلا بدها تطلع من عرفات الله يعينهم الله يعينهم يعني مسؤوليتهم على المسؤولين عنهم إلا من علم تبارك الله. سمعت واحد اسمه بك الجزائري هذا بيعجبني جدا في بيعجبني في دائما تفسيره ولفظه ولطف كلامه لو تسمعه فيه بتعرفون بيحكي عن الـ الذهب الحلي للنساء بقول لك انه هذا مهما كان الحلي للمرأة سواء كان لبسته في المناسبة يعني بالسنة مرة مرتين ثلاثة وعندها لا يدفع عن الزكاة بس بالوقف واستنى ما تقول ما تاخذوا مني تقولوا خلاص وهذاك اللي كان يدفع ويصير يقول لا 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 وغش لفلان لا خلهم ولكن برضو اذا دفعت الزكاة خير وصدق دفعت عنه كما يقول بعض العلماء قال ولكن قال بعض الصحابة والتابعين والتابع وعزم إنه كثير منهم قال إنه لا زكاة وسمى بعض الأسماء إنه لا زكاة للحلي ما دام تتحلفون زي المتاع زي عنده فرش في البيت عنده سجاد عنده كذا هذا هذه المرأة يعني كأنه هذا نوع من أنواع اللي تستخدمه ويلزم إله فشو رأيك في كلام وكلام لطيف قال لا لا تقولوا أنا والله اللي غيري تحكوا عليه ولا تقولوا والله فلان قال لازم تدفعوا الزكاة وأنا بقول ما تدفعوا ما فيش عليه وزكاة. ما بقولش أنا بقول لا تجب عليه الزكاة أما أنت إذا وجبت على نفسك ودفعت والله هذا خير وبس لا يلتبس عليكم أمر وتصير تحملوا على اللي قال أو لا فهذه يعني نفس نوع الكلام هذا اللي تلفظ فيه أعجبت فيه جدا طبعا جابوا صيغه احسن من اللي حكيته انا وانا عم رايك فيما قاله الشيخ ابو بكر الجزائري راي ابو عبد الله معروف اول لا طريقه ما بحكي انا الحكم انا شو بيهمني الطريقه شو بيهمني الاسلوب العذب اذا كان بيرضي الفريقين ولا يأتي بالدليل الشرعي المصرح بأنه هذا الذهب مستثنى من كل ذهب وأنه ليس عليه زكاة هذا من جهة من جهة أخرى بغض النظر عن أحاديث مصرحة بأنه يجب الزكاة على حلي النساء وأن الرسول لما سأل المرأة تخرجين زكاة قال لا أجاب عليه السلام بأنها جمرة من نار فأنا ما بيهمني الأسلوب مع تجاهل الغاية لكن إذا انضم حسن الأسلوب إلى صحة الغاية فهو أسمى ما يمكن أن يصدر من عالم أما كلام جميل كلام معسول ولكن ليس تحته دليل شرعي يلزم بما يقول هو يتكلم في هذه المسألة كما يفعل دكاترة آخر الزمان يعني بيعرضوا الأقوال المختلفة في المسألة الواحدة وبيقول ولكل وجهة بيخليك بقى أنت بتاخذ بها الرأي هذا بياخذ بها الرأي وكلهم من رسول الله ملتمسون هكذا يزعمون شايف أو على سبيل النكتة وهي خاتمة الجلسة زعموا بأن أحد المفتين اقتضى له سفر فخلف بديله ومكانه والده وهو جاهل نصب مكانه بغيبته يشكي الناس قال له يا أبي أنا رجل جاهل كما تعلم قال له أنا بدأ